انتما لاباس بخير، الاحوال مزيانه، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت وجيت معايا الجديد، انتما معسلات بمكون بسيط غادي تعرفوها غير من العلوان. انتما كيش كيجي روعه روعه، نتمنىكم تجربوه. عم تقلو دابا المقادير. غادي نحتاجو عنا طاسه ديال التيشه، بلبوله، يعني عنا مبخره، يعني كل اي واحد كيفهم يبخر التيشه ديالو. غادي نحتاجو طاسه عتكون سخونه، هيا غادي نحتاجو معاها كما كتشوفو كتكون باقي سخونه هيدا. كنحتاجو معاها جوج المعالق كبارين ديال السكر. السكر كيبقى على حسب الذوق، اذا بغيتو تزيدو تزيدو، بالحق انا كنكتفي في هذا المقدار هذا حيتاش اصلا غادي نعسلوهم كما كتشوفو. كنعدلوهم سخونين سخونه باش ديك السكر كيدوب معاها، ما نعدلوش السكر الثقيل. غنعدلو السكر حبيبات كما كتشوفو. غادي نزيدو القرفة، ملعقة القرفة صغيرة كتعطي لوح المذاق مزيون، كتواتى معاه. منساوشي قبيصة الملح بالملح لتصحيح الذوق، يعني ضروري من الملح واخا كتكون الحاجة حلوة كنعدلو المليحة. صافي، وكنزيدو جوج المعالق د ما زهر. صافي، وما هادو المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد بغيوات. غادي نعدلوهم بغيوات. واحد النسيمه كتطلع كتحمق كتحمق، نتمنى انكم تجربوها. انا قلت لكم القيفه على حسب الذوق ديالكم، انا كتعجبني هذا حيتاش كتجي مزيونه بزاف. صافي، غادي نخلي الحشوه ديالي حتى كتبرد، وكنحتاجو حتى كتبرد مزيان. صافي، كنحتاجو الورقه ديال الدليون، ها هي انا كنعدلها في الميكا، ها هي غادي نقطعوها ونتلاقاو باش نشكلوهم من بعد ما كتبرد الحشوه. بسم الله، نبداو على بركه الله. ها هي الورقه من بعد ما قطعناها، غادي نبداو نشكلوها. كناخدو واحد كمية من بعد ما بردت الحشوة ديالنا، هانتوما كتشوفو هي لا البأس بها، نتوما عينكم ميزانكم. صافي، كنطويوها نحاولو نبسطحوها باش البغيوات ديالنا كيجيو معسلين من داخل، وكتدخلو من العسيلة وكيجيو مزيونين. انا دائما كنعدل كنوع، كنعمل كميه بسيطه وكنوع في الحشوات باش المائده الرمضانيه ديالي كتجي منوعه ومشكله، وما كنقتصروش على واحد الحاجه، يعني واخا كميه صغيره بالحق كيكون واحد التنوع. صافي، كنشدوها هيدا، غادي نستمروا على هذا الشكل. كنتمنى انكم تجربوهم حيتاش غادي يرجعوا عندكم معتمدين ان شاء الله يا ربي، كيجي فيهم واحد المذاق مزيون. ماشي، غادي نبقى نشكر لكم فيهم. صافي، غادي نستمر على هذا الشكل هذا في تشكيل البريوات. انتما طريقه سهله ما فيهاش شي تعقيد، كنشدوهم بشويه الطحين وصافي، وكنبقاو على هذه الطريقه هذه حتى كنكملوهم كاملين. كنتمنى انكم تجربوهم حيتاش صراحه كيجيو مزيونين.
بريوه ديالنا ها هما وجدوا كملناهم. غادي نقليوهم في الزيت بحال هاد المعسلات هادوما، كنفضل انني نقليهم في الزيت ماشي بحال ديال اللوز ولا ديال الكاوكاو، فهادوك يمكننا نعدلوهم في الفران، لكن هادوما انا كنفضل انني نقليهم. صافي غادي ننتقلوا للقلي والتعتيل ونشوفوا الشكل ديالهم النهائي. ها هما البغيوات ديالنا من بعد ما عملناهم في الزيت. كنقصوا العافيه باش البغيوات ديالنا كيتحمر الورقه حتى من داخل. هاد النصائح جد هامه باش المعسل ديالنا كيجيو مقرمشين. فنتمنىكم ما تسرعوش الفيديو باش تسمعوا النصائح كامله. صافي كنخليوهم كيطيبوا على المهل كما كتشوفوا معنا، ومن بعد غادي نعسلوهم. هما البغيوات ديالنا من بعد ما قليناهم فندناهم في العسل كنخليوهم صافي، وكنستقطروهم من العسل اللي كنا عملناها مع بعضياتنا. صراحه نتمنىكم تجربوا هذا النوع هذا المعسلات كيجي مزيون. ها هما البغيوات ديالنا وجدوا معنا كيف ما كتشوفوهم تبارك الله، كيجيو مزيونين. ما نعرفش شحال من مره قلت لكم كيجيو مزيونين بالحق. نتمنى تجربوهم باش تتاكدوا ان هاد البغيوات اقتصاديين ومزيونين بزاف كيجيو. غادي نوريكم ها هما شوفوا من داخل كيفاش كيجيو معسلين. كنتمنى تتبعوا النصائح اللي قلت لكم في الفيديو. دائما كنقول لكم ما تسربيوش الفيديو باش كتسمعوا تتبعوا النصائح اللي كنقول لكم. ها هما سمعوا كيفاش كتجي الورقه، كتجي هشيشه بزاف يعني مقرمشه، كيجيو شاربين العسل. كنتمنى تكونوا قدامي باش تقيسوهم. حق نتوما غادي تجربوهم في الديور ديالكم وبمكون بسيط ما كيحتاجش شي مجهود كبير. هانتوما انا عملت جوج الاشكال، هذا الشكل هذايا كيفاش كيجي سمعوا. كنتمنىكم تشتركوا في القناه ديالي باش هكذا كدعموني باش نعطيكم الجديد، وتعدلوا لي اللايك والتعاليق ديالكم مزيونه كتعجبني، كنقراها كامله وكنرد عليكم. شكرا لكم وعلى المتابعه ديالكم وعواشركم مبروكه وشكرا.